ايه رايك في المكان ده يا نوسه؟ المكان ده عامل زي ما كنت شفته قبل كده، وانت كمان كنت معايا. لا احنا ما جيناش هنا قبل كده. انا شفت المكان ده في حلم، وبعدين طلعنا في العربيه ما عرفتش ايه اللي حصل بعدها لان صحيت من النوم. طب ما عرفتيش كنا رايحين على فين قبل ما تصحي من النوم؟ مش لما الحلم يتحقق الاول. طب ما احنا قاعدين مع بعض، يعني الحلم بيتحقق. مش لما نعرف هيحصل ايه بعد ما نمشي من هنا. انت عاوزه ايه اللي يحصل؟ انا عايزه احس بالطمأنينة، مش عايزه اخاف، خايفه الحلم ده يبقى كابوس. قلت لك يا نوسه 100 مره قبل كده، طول ما انت معايا اوعي تخافي. انا بحبك قوي يا نوسه، بحبك قوي، ومستعد اقف قدام الدنيا كلها عشان خاطرك. انا مبسوطه قوي من اللي بسمعه ده يا عمر. طب وانت بقى؟ انا ايه يعني، ما قلتليش انك بتحبيني؟ سالك بعد كل ده ومش عارف؟ ماليش دعوه، عايز اسمعها منك. لازم يعني؟ لازم بقى. بحبك. ايه؟ بحبك. الله، احلى بحبك. بتحب مين يا بنت؟ ايه ده؟ بتحب مين؟ انت اللي جابك ورايا. جايبه واخي. ابعد عنها. تعالى وكلمني انا. وانت مالك؟ وجايبه في الحته المقطوعه دي ليه؟ تحكي لها حدوته قبل النوم. جريها يا باشمهندس. جاي تثبتها بكلمتين حلوين من بتوعك. ايه؟ دي خطيبتي. ده انا ركبك حق. ما تصدقوش يا عمر لا خطيبي ولا في بيني وبينه حاجه. بالدانوسه. ما تخليش اصور القتيل، وانت عارف القتيل ده هيبقى مين. لم المطوه دي يالا بدل مع ورا. تعالى ادبحك يالا. ابعد عشان خاطري يا عمر، عشان خاطري والنبي. قلت لك يا نوسه مش هتمشي من هنا. يا نهار اسود، انت مش فاهم حاجه. انا هتصرف يا عمر، سيبني. هقتلك عشان خاطري يا عمر وبتحبني. طب خلاص يا بنت، ما تبحوليك زي الخروف. خلاص خلاص يا خربوش. يلا يلا. ياد على قدك يا الله. ولا والله. ايه هات يلا يا اخويا، مش جاي تاخدني ولا جاي تذبح؟ يلا يا حربوش. تاك سيب ايدي. طب ايه؟ سيب ايدي بقول لك. يا بكر احكي كمان وليك عين تعاي. انت مالك ومال يا جدع؟ انت يا بنت انا عايز المك الحم. انت اللي تتلم. لم نفسك يا روسه، مش عايز اديك تزيني بقى. مال ايه؟ انت مش واسع عليا. بص عليكي يا بنت، انت ملك، انت خطيبه خربوش. خربوش اللي محدش يقدر يدوس له عطاره. يا مرتي بكرهك ما بحبكش. يا بنت الكلام ده ما يكونش معايا، حتى لو ما بتحبنيش انت خطيب. وبنت شغاله في الفرقه المسؤوله مني انا. لا اسمه ده خطيبها يا بنت. الحقني يابا، الحقني يابا، الحقني يابا. سياحي كتيب الطلعه دي عليا يا حسن يا كفته. اسال بنتك كانت مع مين؟ اسال بنتك كانت جايبها منين؟ بص يا عم انت هو اسأل ونوسه كانت فين؟ يا عم غور انت وهو، انت وبنت تتفرجوا علينا؟ ايه؟ في ايه يا خربوش؟ اسأل هو كانت فين؟ كانت فين؟ كنت فين؟ كنت فين يا نوسه؟ مع مين وبتعملي ايه؟ طب قولي لابوك، قولي لحسن كفته. ما حدش دعوة بيا، انا حرة. طب قولي له كنت فين؟ قولي له كنت فين يا بت؟ ما تنطقي انت البنات، انطقي وفرح ابوك. قولي له كنت فين؟ ومع مين؟ خلاص يا خربوش يا اخويا، سيبها تتفاهم مع ابوه. ابوها ما بيرضاش من الحال المايل، مش كده ولا ايه يا ابو علي؟ كنت فين يا بت؟ كنت مع عمر يابا. ما تكملي، كنتوا قاعدين فين وبتعملوا ايه؟ انا عايز اعرف انت مال اهلك ماشي ورايا ليه في البيت؟ استنى بس انت يا خربوش. الله خايف عليك، وزي ما بيقولوا في المثل، ولاد الحرام ما خلوش ولاد الحلال اللي زيك حاجه. وهي دي ما حاجه؟ ده البنت عايزه تمشي على حل شعرها من غير ما حد يلمها ولا يشكم. خلاص يا خربوش خلاص. انت عملت ايه يا نوسه؟ خليت الناس دي تشبت فيك كده. نشبت فيها؟ اخص عليك يا حسن. انا اشبك في نوسه؟ ده لا عشت ولا كنت. هي عارفه انا بحبها قد ايه وبخاف عليها ازاي. خلاص يا كمانات التانيه قصاري، قولي لابوكي بقى انت كنت مع باشمهندس في الحته المقطوعه دي ليه؟ الحته اللي اتعدل فيها قتيل مفيش تاريخ ابن يومين يحس بيه. ما تقولتها يا بيت. وانا اللي بقول عليك يا بنت عاقله، تروح مع واحد في حته مقطوعه زي دي؟ الناس لو شافتك يقولوا عليك ايه؟ ده العيال اللي ما بيسيبش بيت. وش هو؟ صدقني انا ما عملتش حاجه عشان اسمع القرف ده كله. امال كنت معاها في الحته الخاله دي بتعملوا ايه؟ بتلعبوا الكورشينه؟ وانت مال اهلك احنا كنا بنعمل ايه؟ انت واسع عليا، واللي عنده كلمه يلمها. لما يا بنت نلمي. خلاص يا خربوش اسر الشر وروح انت دلوقتي، وسيبني انا وابوها نتفاهم معاه، مش كده يا ابو علي؟ من غير تلقيح كلام، بحبه وبيحبني في حاجة؟ اتبط بقى. عيني عينك كده، بحبه وبيحبني مفيش خيشة
مش مكسوفه من ابوكي؟ ايه رايك يا ابو نوسه؟ والله ما انا فاهم حاجه، يعني ايه بيحبها وبتحبه؟ انا مش فاهم. يعني ايه لا مؤاخذه مش فاهم؟ ما الكلام بيفسر بعضه. الواد ضحك عليها بكلمتين قامت الهبله افتكرت ان هو بيحبها. لا يا نوسة يا حبيبتي، تحبيه ويحبك ده ايه؟ الا الناس الاكابر دول مخلي بالك منهم، كلامهم بيبقى زي العسل والشربات، وساعه الجد يقول لك امك في العش ولا طارت. خلص الكلام، وعظمه احسن من ناحيته. البنت دي من النهارده ملهاش خروج لوحدها، ولو خرجت يبقى رجل على رجلها، ولو حصل غير كده يبقى دمها حلال. عاجبك كده يابا؟ في شارع مين بيتهموني في شرفي كده يا بيت؟ وانا عماله ادافع عنك وفي صفك في الاخر تقول عني كده. خلاص بقى منك ليها، دي بنتي وملزومه مني. يلا يا بنتي بخش جوه. يلا يا حبيبتي. يلا يابا. جرالك يا جماليه؟ شايفاني قاعده اتشال واتهبد وانت قاعده تحملي البيت عايزه تنط عليا ايه؟ طبعا مش معبر ابوها ومش معبرك ومش معبراني. خلاص عينها فتحت وبقت قد كده يتدب في قلبها رصاصه، واذا كان على ابوها سيبهولي انا اعرف اتعامل معاه ومع اللي جابوه. لكن انت البيت خلاص بدات تتكى عليها، تتكى في البيت لما بقتش لا طايقك ولا بتحبك. لا بتحبني غصب عنها بالذوق بالعافيه هتحبني. قولي لي يا نوسه، صحيح الكلام اللي قاله خربوش ده؟ وانت تفتكر يابا ان انا واحده سهله كده وممكن اغلط؟ شوف يا بنت، احنا قاعدين لوحدينا اهو وعايزك تصرحيني بصراحه، ايه اللي بينك وبين الباشمهندس عمر؟ زي ما قلت لك يابا، بيحبني وبحبه. طب واخره الحب ده ايه؟ انا ونصيبي بقى. بس اللي عايزك تطمن له يابا ان كل اللي بيني وبين عمر يخليني ماشيه وانا رافعه راسي لفوق. اسمعيني كويس يا نوسه يا بنتي، احنا ناس غلابه صحيح وسريحه في الموالد وبناكل رزقنا يوم بيوم، لكن ما القارون ما يخليناش نبيع شرفنا. شرفك متصان يابا، ولا مال الدنيا كله يخلينا نحط راسك في الطين. حبيبتي يا بنتي ربنا يخليك لي يابا. عايزك تهدى اعصابك كده، لما يجرالك حاجه حد هينفعك؟ بحبها يا جمالات، عايزاني اعمل ايه؟ هسيبها تطير من ايدي؟ مضغور في 600 دايه تاخدها. الله، ولا خلاها ما خلاش غيرها ولا ايه؟ الناس ما بتجيش غير عشان خاطرها. هو الزبون كان لاقي غيرها ولا لا؟ نعم يا اختي، ما انت قعدت تقولي انا وانا واشتغلتي مكانها ومحدش عبرك ولا دخل. طب خليني اطلع دلوقتي، ان ما هبلت الناس وخليتهم يتجننوا وطلعوا على السرايا الصفرا. انا اللي هدخل السرايا الصفرا بسبب الجمالات؟ احنا نقضيها نجرب نجرب. يفتح الله يا جمالات. يا رايي يا اخويا، انا مش عاوزاك تتعصب بس كده، البت دي بت لئيمه، اللي متغطي بيها عريان ده اي حد يعمل لها كده هتسيبنا وتمشي. ما عشان كده انا بحاجه عليه وخايف عليها وغيران من اللي اسمه عمر ده. انت فاكرها يا اخويا هياخدها شغاله؟ ما انت عارف عاوز بينا ايه، انا اللي هرسيكها على الدور ولا ايه؟ لا يا جمالات، نوسه مش كده، انا خايف بس يكون وقعت في غرامه وحبيته يوم يتجوزها. يتجوز مين بس يا اخويا؟ ابن امه وابويا بقى واحد زي ده ابن اكابر، هجوز بيت بتاعت موالد بتعرج التيتا كل يوم للي يسوى واللي ما يسواش. يحصل يا جمالات؟ ياما سمعنا عن بشوات وبهوات اتجوزوا الشغلات بتاعتهم. ايوه يا اخويا، في افلام السيما والابيض واسود، في ايه مالك؟ والعمل يا جمالات يا اختي، هنخلص من الزنازل اللي احنا عايشين فيه ازاي ده؟ انت اللي عايش فيه وغرقان في لوحدك، انا مالي؟ طب وماله يا جمالات؟ ما انا اخوك ابن امك وابوك تقفي جنبي. زن على جوزك يجوزها لي غصب عنه. بقول لك ايه يا خربوش يا اخويا، ما تجيبليش صوره الراجل ده قطه هو وبنته في ساعه واحده. لا يا جمالات، ده انا اخوك ولازم تقفي جنبي. ده ابوها ما خدش في ايدك غلوه ورجعت تحت رجليك. اه يا حبيب اختك، ما خدش في ايدي غلوه عشان راجل قرشان. ايوه راجل مخكع، ده هربان من التربه بيشم هوا هيرجع تاني. لكن البت فيها الرمق، بت طريه برضه. ايوه حبيبي، لا اطمن مفيش حاجه. يعني ايه مفيش حاجه؟ دي عينيك كلها شر. والله يا نوسه ما رضيت اعمل له حاجه عشان خاطر خايف عليك. يعني ما زعقلكيش ما ضايقكيش قدام الفرقه؟ ابويا اداله اللي فيه النصيب وقال له مالكش دعوه بيها. جاتوا البلا طب علينا زي القضاء المستعجل واحنا في عز انبساطنا. يا ريت يا عمر، يا ريت هشوفك تاني امتى؟ طب مع السلامه لحسن، سمع صوت رجليه. طب اجيلك دلوقتي؟ نوسه لو حد ضايقك ولا زعلك اديني بس تليفون وانا هجيلك في دقيقه. سلام، مش عايزه حد يعرف ان معايا موبايل. الحمد لله على السلامة يا بابا. أهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ابني. وحشتني أوي. أنت كمان وحشتني أوي أوي. الله يعطيك. عم عصفور إزاي؟ الحمد لله. يا رب تكون اتوفقت في السفرية. الحمد لله.
نجحت في تسويق خط الانتاج الجديد وعملت شويه مشاريع كويسه قوي هبقى احكي لك عليها بعدين. بس قول لي انت ايه حكايتك؟ كلمتك في المصنع وفي المكتب قالوا لي مش موجود، كلمتك على الموبايل لقيتك قبله. اصل تليفوني بايظ. ما معكش الا موبايل واحد؟ المفروض يا اخي يبقى معاك اتنين تلاته. عليا كل ده بس يا بابا، تليفون واحد كفايه قوي. يا ابني كل رجالي اللي عمال كده. لا انا مش راجل عمل ولا حاجه، انا يا دوب مهندس، يا اما في مكتبي يا تحت في المصنع. لا من حسابك بقى انك انت من هنا ورايح هتبقى راجل عمال كبير قوي. انا عملت ديل وشراكه هايله مع عمك عبد الله وشديد. ايوه كده اهو، ده الشغل الجامد قوي، الف مبروك يا باشا. يا عم عصفور انت مش عاجبك شغلنا ولا ايه؟ لا انا مش قصدي يا باشمهندس، انا قصدي اقول يعني شغل الله ينور، شغل جميل جدا كده. لا وكمان انا عندي خبر هيفرحكوا قوي. خير يا بابا؟ اظن انت عارفه يا عصفور. انا خبر فيهم بالظبط يا باشا؟ انا نويت ارشح نفسي في مجلس الشعب. مظبوط، انا الخبر ده فعلا كنت عارفه قبل ما ساعدتك تسافر. وده ضروري يعني يا بابا؟ اه يا حبيبتي ضروري. ايه تكرهي ان ابوك يبقى عضو مجلس شعب وعنده الحصانه كمان؟ لا بس انا شايف ان حضرتك مش محتاج حاجه زي دي. ازاي الكلام ده؟ مجلس الشعب بيسهل حاجات كتير قوي في البيزنس. ودلوقتي يا بنتي تلات ارباع اعضاء مجلس الشعب والوزراء رجال اعمال. ما هي دي الموضه دلوقتي يا منى، السلطه مع الفلوس. طيب وهو في حاجه احسن من كده يا باشمهندس؟ شفت بقى عصفور واخوك قالوا لك ايه؟ انا ملاحظ كده انك انت مش متحمسه للموضوع ده. لا خالص، انا شايفه بس ان مشاغل حضرتك كتير وانت ما عندكش وقت. يعني لسه شويه على الموضوع ده، لما اقعد مع عمك عبد القوي ونشوف هنرتبه ازاي، وبالمره اكلمه في الموضوع بتاعك انت ومها. ما بلاش يا بابا. بلاش ليه؟ قصدي يعني ان بلاش يعني تطلب منه طلبين في وقت واحد، ممكن طلب مجلس الشعب الاول وبعدين موضوع مها ده بعدين. على العموم لما نشوف الظروف ساعتها هتبقى ايه. مش هتغدينا ولا ايه؟ اه طب استاذن بقى عشان عندي شغل ومش فاضي دلوقتي. اقعد يا عصفور عشان انت هتتغدى معانا، عشان بعد الغدا عايز اقعد معاك انا وانت وعمر نشوف انتوا عملتوا ايه في الشغل. جرى يا حسن؟ جرى ايه؟ يعني يرضيك اللي حصل بره ده؟ ايه خير حصل ايه؟ حصل ايه؟ ما شفتش بنتك عملت فينا ايه؟ طب انت ما شفتش اخوك عمل فينا ايه؟ اخويا؟ ده انا مقطعه اخويا قبل ما اجي لك هنا عشان خاطرك انت وبنتك. بس لو فكرت في كلامه هتلاقي كلامه مظبوط. ايوه يا واخد قطنا هنا وعلى موتنا، ولو البت دي سابتنا مش هنلاقي ناكل يا حبيبي. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني اعمل ايه؟ اقف في طريق سعاده بنتي؟ يا اخوانا بنت وجاي لها عريس غني وابن ناس، اقف في طريق سعادتها ليه بقى؟ انت السادة يا حسن يا راجل، ده انت بتفهم بقى؟ راجل اكابر زي ده هيبص البنت بتاعت مولت عشان يتجوزها، ولو الواد بيحبها وعاوز يتجوزها ابوه، ده ابوه من كبراء البلد، هيوافق على جوازه زي دي؟ وليه لا؟ ده الجواز ده اسمه ونصيب، اسمه ونصيب يا جمالات، وياما حصلت جوازات وانت عارفه. يا راجل ده ربنا ادانا عقل عشان نفكر بيه. انا خايفه للواد يضحك على البنت بكلمتين، وانت عارف شرف البنت زي عود الكبريت بيولع مره وخلاص. انت عايزه ايه يعني يا جمالات دلوقتي؟ عايزك تشد على بنتك شويه، انت ابوها تسمع كلامك. الله مش هنلاقي ناكل يا راجل. لا حول ولا قوه الا بالله. ها قلت ايه؟ اللي فيه الخير يقدمه ربنا. انا هسيب بنتك كده ولا ايه بالظبط يا اخوانا؟ يا عالم دي بنتي، بنتي الوحيده، انتوا ليه عايزين اكسر قلبها ليه؟ طبعا هتبقى مشكله كبيره جدا. ليه واحنا مالنا؟ ازاي بس يا حبيبتي احنا مالنا؟ يعني هو باباك دلوقتي لما يعرف ان انا واقف جنب سيد لاشين في الانتخابات مش ساعتها هيعتبرني ان انا ضده؟ ده مش بعيد كمان يقول عليا ان انا عدوه وبحاربه في مصالحه. طب هنعمل ايه يا مجدي؟ انا عمال افكر اهو في المشكله اللي انت قلتها لي دلوقتي. طب انا لقيت حل. ايدي على كتفك. ايه هو؟ تخطبني وتتجوزني قبل الانتخابات. لا انت كده بتعقد المشكله زياده. ازاي بقى؟ ما هو يعني ايه ابقى متجوز بنت المرشح حسين الشواربي وانا واقف مع المرشح سيد لاشين؟ ده معناه طبعا ان انا بقول للناس ان حماية ما يصلحش يكون نائب في مجلس الشعب. انا مش عارفه ايه موضوع الانتخابات اللي طلع علينا في البخت ده. طب انا عندي حل تاني. ايه هو؟ تستقيل من مكتب الاستاذ سيد وتيجي تشتغل عندنا في الشركه. يعني بعد ما اتفقت مع الراجل اللي انا هقف جنبه وسنده انا وكل زمايلي، عايزاني اروح استقيل واروح اشتغل عند المنافس بتاعه؟ ده اسمه كلام يا منى. وهو حبنا ما يستاهلش التضحية دي؟ يا ست حبنا يستاهل مليون تضحية، بس دي ما تقدرش تسميها تضحية، سميها أي حاجة غير التضحية. وبعدين افتكر يا حبيبتي إنك ما شرفتيش تتجوزي واحد ما عندوش مبادئ، ولا إيه؟ طب إيه رأيك نعمل محاولة؟ إيه رأيك أنت اللي إحنا نستنى لبعد الانتخابات خالص؟ مش جايز الاتنين ما ينجحوش من أصله؟ أهلاً أهلاً يا حسين، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، وحشتني. أنت اللي وحشتني أكتر. إيه؟
بلغني انك عملت شغل كويس قوي بره. قوي 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 الحمد لله، ربنا وفاني وعملت حسابك معايا. ازاي؟ شو يا سيدي، احنا مش كنا ناويين نعمل 3 مولات، واحد في القاهره، واحد في اسكندريه، واحد في طنطا؟ ايوه. طب ايه رايك بقى، انا فكرت ما نبيعش كل المحلات، نحتفظ بجزء منها، انت التلتين وانا التلت. انا اصلي بصراحه نجحت في كام توكيل كده، قدرت اجيبهم من 3-4 محلات ازياء، انما راقيه قوي. ايوه حسين، بس انت عارف ان انا ماليش يعني وحريف قوي في شغل الهدوم ده. انا كل شغلي يعني او اغلبه بمعنى اصح المقاولات، الحديد، التسليح، البورصه. يا راجل، وانت في الشغلانه دخلتها وما طلعتش فيها الالفه؟ طول عمرك تقول لي كده من ايام ما كنا في الثانوي. على العموم اطمن، انا هقف جنبك في اي حاجه انت عاوزها. بصراحه بقى ده اللي جابني ليك النهارده. اه صحيح، انت قلت لي في التليفون انك عايز تتكلم معايا في موضوع بره الشغل. خير؟ شوف يا سيدي، انا نويت ارشح نفسي في مجلس الشعب، اهو نبقى زملاء في المجلس خصوطين كده او بعض. خير ما فكرت يا حسين. الحكايه دي بقى يا حبيبي عايز ازق منك. يعني هو الموضوع مش سهل، بس انت طبعا عضو في الحزب. لا بس انا من المؤيدين. لا لازم تلحق تقدم، وتقدم تبرع كمان. دي ايه يعني؟ 5 مليون. لا بسيطه، ولو عايزين اكتر كمان. لا 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 لا، انت لسه عندك مصاريف كتير على الحمله الانتخابيه. تفتكر قد ايه؟ حوالي زيها 5 مليون. برضه بسيطه. خلاص ما دام بسيطه سيب الباقي عليا انا بقى. يا اخي انا مش عارف اودي جمايلك دي كلها فين. بعدين حابب اقول لك، ما تستعجلش. هو كان في موضوع تاني في الحقيقه عايز اكلمك فيه، بس نجيله بقى ما دام جبنا سيره المولات ومجلس الشعب. الموضوع التاني بقى بعدين. بعدين براحتك. المهم بقى قول لي عملت ايه في السفريه بتاعتك؟ انا عارف ان الصنف هناك يحل من على المشناه. والله الله يا عبد الاول لو كنت معايا، ده بيعملوا مساج. اموت في الايدين الناعمه. ايه يعني ايه لا مؤاخذه يا نوسة، مش عايزه تشتغل؟ يعني انا حر تعبان ملياش مزاج. الف سلام عليكي، بس لو تعبانه ليه ما بترقديش في الخيمه؟ لابسه ومزوقه وخارجه راحه فين؟ عايزه اشم هوا يا اخي، اعصابي تعبانه. شم هوا ومال حقك، بس انت عارفه يعني يا نوسة اللي احنا ما نقدرش نستغنى عنك الا واحد، ده انا والفرقه كلها متعلقين في رقبتك الحلوه دي. وايه الحنيه اللي هلت عليك مره واحده دي؟ ما صلحتش من الاول ليه؟ انا بصلح، قصدي يعني حقك عليا يا حبيبه قلبي. طيب يا خربوش، سيبنا اروح مشواري ده وارجع اشتغل. ماشي، بس على المستعجل، عايزين نلقط الزبائن بدري بدري من الفرقه الثانيه. المورد السنه دي مولع نار. ما انت عارفني يا خربوش، لما بقول كلمه ما برجعش فيها ابدا، ونوسه ما بتكذبش. عن اذنك بقى ما عطلكش وتعطلني. سلامة ست البنات. بنداري ما تفتح يا جدع. ايه تخبط ليه جامد كده؟ لا انت منام يا اخي، انت نايم في ميه. خد عايزك في موضوع. موضوع ايه؟ تعالى بس، ده انا مستجدعك وناوي لما المولد يخلص اشوفك بقرشين. هيأك رص في الموضوع على طول. الجدع اللي اسمه عصفور الاقيه فين؟ شوف الاستاذ عصفور ساعه تلاقيه عند الباشي، وساعتين تلاقيه في السوق، وساعه تلاقيه في بيته. يا جدع انت ما بتضايقش خلقي، انا لو عايز اشوفه اشوفه من دلوقتي. انا خايفه خربوش يجي ورانا زي ما عمل قبل كده. لا ما افتكرش ان هو يعرف المكان ده، وبعدين احنا خرجنا بره طنطا خالص. عموما انا هددته انه لو ضايقني تاني مش هشتغل معاهم في الفرقه. اه يا نوسه يا ريت يا ريت تبطلي شغل خالص. انت صدقت ده طق حنك، دول من غيري ما يعرفوش يعيشوا. يا سلام، عايزه تفهميني ان احنا لما نتجوز هتكملي شغل؟ نتجوز؟ اول مره تقولها. وانت كنت فاكره ايه؟ ما اعرفش، كنت عايزه اطمن يا عمر. ايه يا نوسه؟ هو كل ده ما عندكيش ثقه فيا ولا ايه؟ لو ما عنديش ثقه فيك كنت اعتبرتك زبون من الزباين اللي بييجوا يتفرجوا عليا، وما كنتش توقعتك وجيت معاك هنا بعيد عن الفرقه. انا عموما هرتب كل حاجه قبل مولد ده ما يخلص، وحتى زمايلك اللي في الفرقه هشغلهم كلهم عندي في المصنع. وحتى خربوش؟ حتى خربوش. انا مش عايز اي حد في الفرقه يحس ان جوازنا خساره بالنسبه لي. انت قلبك كبير قوي يا عمر،
انت جبت الحنان ده كله منين؟ عندي يعني لازم الناس كلها تحس ببعض يا نوسه. ازاي قدرت تحس بيا وتفهمني وانت ما عشتش اللي انا عايشاه؟ والله مش عارف، بس يعني جاهز عشان امي الله يرحمها كانت ست على قد حالها، كانت دايما تقول لنا نبص لقلوب الناس وما ناخدش بالظهر كده. يعني باباك ساعه ما اتجوزها كان هو غني وهي فقيره؟ لا بصي، ما تقدرش تقولي كانت فقيره، يعني كانت مستوره. وبابا كمان لما اتجوزها برضه ما كانش معاه فلوس ولا حاجه، كان زيها كده، بس هي وقفت جنبه بقى وساعدته كتير جدا لغايه ما وصل اللي هو فيه ده. وكانت دايما تقول لنا اوعوا تنسوا اصلكم. يا عمر، دي مامتك كانت ست عظيمه قوي. الله يرحمها بقى. الله يرحمها. يعني خلينا فيك انت يا قمر يا حلو انت، وفرحت الياسمين اللي هتقبلني دي. انت بتجيبيها منين يا نوسه؟ امي كانت دايما تجيب الياسمين وتفضل تطحن فيه لغايه ما يبقى زي الزيت، وبعدين تدهن بجسمي. بختي الياسمين عجبتك قوي. ايوه يا رجب، عاوزك تبلغني ببيان كل ورديه. ايوه تقول لي عملوا كام بطانيه. في حاجه مهمه، تبلغ الورديه اللي جايه تستلم تيجي قبل ميعادها بنص ساعه. فاهم ولا مش فاهم؟ مع السلامه. مسا مسا على الناس الكويسه. ايه ده؟ ايه اللي حدفك علينا يا سيخربوش؟ ازيك يا استاذ عصفور افندي؟ هزز نفسك وجاي تقول لي ازيك يا استاذ عصفور افندي؟ لا لا مؤاخذه، عايزك في موضوع مهم قوي. ايه يا اخويا بقى الموضوع المهم اللي هيبقى بيني وبينك اساسا؟ الله الله الله، جري يا عصفور افندي، مش هتضيفني تقول له اقعد يا خربوش؟ ليه؟ هنعملها قاعده؟ هنبقى اصحاب؟ عاوز تقول ايه بالظبط؟ لا لا مؤاخذه، اصل ده موضوع كبير قوي، خص الباشمهندس والباشا الكبير قوي كده. خبط لازم، ده انت داخل في الغويط قوي. جري يا استاذ عصفور افندي، انت ما يهمكش سمعه الباشمهندس والباشا الكبير قوي ولا ايه؟ اقعد اقعد. ايوه كده، اطلب لنا بقى حبه شاي وكوبايه ميه عشان ابل بيه. والموضوع ده يستاهل حبه الشاي اللي هتشربهم؟ ما كنتش سبت المصلحه ولا مؤاخذه فني وجيت لك. والموضوع لو ما استاهلش اطلب لنا الشاي. ماشي، تشرب ايه؟ شاي تقيل سكر كتير. واحد شاي يا ابني سكر كتير، واحد قهوه ساده عشان السكر هيخلص اكيد. مع السلامه. اتفضل حضرتك. انت عارف لا مؤاخذه الموضوع اللي بين باشمهندس عمر وبين البت نوسه؟ طبعا عارف، الباشمهندس واخته دول قرايبي وانا مربيهم، دول ولاد طيبين قوي وبيتعاملوا مع نوسة دي من باب العطف والشفقة. ده انت اللي طيب والنبي طيب، وطلعت عامل زي الاطرش في الزف. احترم نفسك ومن هنا. طب ما فيش شاي. ما تهدى بس يا عم عصفور، ده مخافك انا اعظم. انت يا ولد هات من الاخر، عاوز تقول ايه بالظبط؟ حكايه ما فيها يا استاذ عصفور، ان الباشمهندس بسلامته بيحب نوسة عشان ايه اللي انت بتقوله ده؟ معقول الباشمهندس عمر يعمل كده؟ باشمهندس عمر ابن حسين بيه على سنه ورمح، من عين اعيان البلد في طنطا، هيبص البنت من بتوعه المولد؟ ايوه، وكل يوم والتاني ياخدها ويغتصب، لا حد عارف بيروحوا فين ولا بيعملوا ايه. يا نهار ابو اسود، معقول الكلام ده خربوش؟ انت ما بتعرفش اللي فيها بقى، ده فيه الاكبر والاكبر والاكبر. ما تخلصني هلا، انت هترقص ولا ايه؟ ما تجيب كل اللي عندك. هيتجوزوا. بتقول ايه؟ هيتجوزوا. البعيد اطرش ولا ايه؟ يا خبر اسود يا ناس، اسكت يا خبر اسود على الوعكه السودا اللي هتحصل لك. خد دماغك. وعكه سودا وعلى دماغك؟ ده دخلك ايه بالموضوع ده؟ دخل ايه؟ ما انا السبب في كل اللي بيحصل ده، انا السبب. مش فاهم. فهمك، اصل انا فهمت حسين بيه ان انتوا مشيتوا من زمان، وما يعرفش ان انتوا لسه قاعدين لغايه دلوقتي. اصل ساعتها الباشمهندس عمر مسكني من ايدي اللي بتوجعني وهددني ان انتوا لازم تكونوا قاعدين. بس عشان خاطر خربوش، اللي انت بتقوله ده مظبوط. جري يا عم هنا، وانا هاكلك الاونطه ولا ايه؟ ما انا عارف اللي فيها. انت لو عرفت ان انا كداب هتطير رقبتي، هتخرب بيتي. انت عارف حسين بيه لو عارف الموضوع ده هيكسر الدنيا، هيكسر عظمي. انت عارف عمر بيه هيتجوز مين؟ هيتجوز بنت عبد القوي بيه شديد. انت عارف مين عبد القوي بيه شديد ده؟ مين اللي موظع عبد القوي شديد ده؟ اسكت. بصباعه ده اشاره منه يقوم البلد ويتعاد. معقول الباشمهندس عمر يسيب بنت الحسب والنسب ويروح يتجوز بنت القرود اللي بيمص قصب؟ انا عملت المؤاخذه اللي عليا، فطمتك وخلصت ضميري.
ضميرك الله يخرب بيت ضميرك واتنين ضميرك ويوم ما شفت ضميرك قدامي دخلتش ما شفتش ما عرفش نسى نسى وانا ما عرفش ما عرفش يا جمالات يا حبيب اختك عملت ايه في المشوار اللي روحته ده عصفور قال لي على حتة خبر ما كناش نحلم بيه فرح قلبي وقول لي يعني ما كناش بنحلم بيه ده ابو الباش مهندس هيجوزه بنت واحد صاحبه واحد من الناس الاغنياء قوي والبنت نوسه هتاخد بومبا لا قول لي يا هلا المهندس حبيب القلب عارف بالموضوع ده عارف ها وناوي يسمع كلام ابوه ما اعرفش بس عصفور لما حكيت له الحكايه اللي بين الواد عمر والبنت نوسه وشه راح الوان واصفر وخضر وقال لي الراجل الكبير لو عرف حكايه زي دي هيهد الدنيا وناوي يقول للراجل الكبير على الموضوع ولا ايه ما يقدرش عصفور لو قال له انه ما طردناش من اساسه ممكن يرفضوا فيه انا خايفه يعمل نداله معانا ويطردنا ويطعشنا ونبقى في الشارع ما تخافيش حتى لو طردونا هنروح نرمي بلانا عليهم بقول لك يا جمالات لازم نصطاد في الميه العكره طب اسكت اسكت يا سر حبيبه القلب جاي تبقى في الوقت على الموضوع ده مش عايزه تعرف حاجه دلوقتي خالص حاضر يا حبيبي عينيا الاثنين تؤمرني حبيبتي وروحي ونور عيني وروح قلبي نوسه الدلوعه بتاعتنا لسه بقول له نوسه دي بنت قلبها زي البابطه البيضه وما ترضاش على زعلنا ولا على قطع عيشنا عرفتوا بقى لما تبقوا حنينين معايا هبقى معاكم حلوه ازاي طبعا احنا نقدر نعيش من غيرك طب نجري غير هدومك عشان الشغل ايه نجري دي انت من هنا ورايح تتعامل معايا بالذوق وعادل يعني تقولي من فضلك يا نوسة وماله المرة الجاية قبل ما اقولك من فضلك يا نوسة هبوس ايدك زي ولاد الزواج ايه انت تحط بقك على ايدانا يا اخي ان شاء الله مواعيد نجوم السماء اقرب لك عن اذنك ما عطلكش ايه يا اخويا ابن امي وابويا محروق دمك ولا حاجة ده ايه بخت ده يا ربي بقى البنت بتاعت المول تلهف ابن حسين بيه وتخليه يحبها ويسيب بنت المليونير الحب يصنع المعجزات يا حسين يا عصفور انت صح يا سلام بقى يا اخويا لو الفس جه في الراس والبنت منى بنت حسين بيه تحب الواد ممدوح ابننا اسكتي 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 انت باين عليك بتحلمي بحلم ليه بقى يا اخويا ان شاء الله ماله ممدوح ابني متربي وابن ناس مش تربيه موالد خلينا في المهم دبريني اعمل ايه انا دلوقتي انت ما تجيبش سيره الموضوع ده قدام حسين بيه خالص الا لما ابنك يتعين في الشركه لحسن لو عمر عرف هيوقف ضدك ومش هيعين الواد ينصر دينك يا حسين طب ايه رايك بقى انا هعمل اللي انت قلت عليه ده دلوقتي وبعد كده بقى تخش في زوارق البنت منى وتسرب لها الموضوع وهي بقى تبقى تتصرف واحنا بقى نبقى باين إلا صاحي بص بقى أنا عايز أقولك على حاجة أنا مش ممكن أنام ولا حتى يجيني نوم من غير ما أسمع صوتك الجميل ده وحشاني أنا بمجرد ما بسيبك بتكوني وحشاني على طول أنا بقى اللي بيهون بعادك عني من صورتك ما بتفرقش عني أبدا بتحبني طب قولها تاني بحب اسمعها منك بحبك يا واد يا بيتك طب ما تخلي شويه بعد الجواز طب معلش كلمتي وده وقته ايه اللي جابه ده مال وشك راح لون وجه لون كده ليه يا ولد قال يعني انا مش فاهم انا فاهم كل حاجه ظريف وعاملها كده على طول عشان لما اكلم ابوها اكلمه قلب جامد يلا كلمها تاني في مصيبه في كارثه في داهيه سودة يا ساتر يا رب ايه اللي حصل صحيح اللي انا سمعته ده وايه اللي انت سمعته ده باشمهندس عمر عاوز يروح يتجوز البت بتاعت جبلات الورود بتاعت المولد بتاعت المولد قصدك ايه البت اللي اسمها نوسة دي مم.
مين اللي قالك الكلام ده؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ ده قال ايه؟ عاوزها كمان تسيب خطيبها وتتجوزه. وانت عرفت المعلومات دي منين؟ خطيبها جالي المكتب والدموع على خده، حتى طلبت له شاي وقعد يحكي لي ويقول لي ان الباشمهندس عمر كل يوم بيروح لها وياخدها في العربيه ويروحوا يتفسحوا في اماكن غير معلومه. ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده. وانتوا ايه اللي خلاكوا تجيبوها تطفح معاكم على السفره؟ انا اللي جبتها، اصلها صعبت عليا، وبعدين زي ما انت شفت انا اديتها هدوم من عندي، فتلاقي بقى الجدع خطيبها ده افتكر ان عمر هو اللي عمل الحاجات دي كلها. دي صدق بيقول لي ان كل يوم معاها. ازاي كل يوم معاها وعمر اخويا كل يوم في المصنع؟ وبعدين المره الوحيده اللي راح لهم الخيمه كان معاهم وتعب وما كررهاش. غريبه، امال ليه خطيبها بيجي عندي ويقول لي الكلام ده؟ معرفش، تلاقي البنت ما بتحبوش فحاولت تغيظه وقالت له ان عمر اخويا بيحبها. ممكن يكون صح. هو ايه اللي ممكن يا عم عصفور؟ بقى عمر اخويا هيسيب مها بنت انكل عبد القوي جديد ويبص للبنت اللي بترقص وتغني في الموالد دي؟ جرى ايه يا عم عصفور؟ ده انت راجل مخك كبير وبابا بيستشيرك في كل حاجه. انا بقى مش خايف الا من بابا، ده انا مرعوب منه، لو عرف الموضوع ده هيسحني. انا كنت رايح لهم لغايه الارض علشان اطردهم كلهم، لولا اخوك عمر تدخل وتحايل عليا وهددني، وانت عارفه انا عمر بحبه ومربيه وما بحبش ارفض له طلب. وعمر كمان بيحبك قوي يا عم عصفور، عشان كده اوعى تمشي الناس دي لحسن عمر يزعل منك. طب ابنك ده هيشتغل ايه يا عصفور؟ والله اللي تشوفه سيادتك. هو بقى يكتب على الكمبيوتر؟ بس ممكن يتعلم على فكره. والله فكره مش بطاله، خصوصا ان معاه ثانويه عامه. ان شاء الله انا من بكره هوديه مركز كمبيوتر ويتعلم الكتابه. حلو قوي، وهو يشتغل معايا في المكتب او مع حضرتك؟ لا يشتغل معايا، لو اتعلم كويس انا عايزه او يساعدني في كتابه المذكرات والجوابات. ربنا يخليك لينا يا باشا وما يحرمناش منك ابدا. علشان ابسطك يا عصفور، فتره تمرين وهعتبره متعين عندنا هنا في الشركه. يلا بقى نشوف شغلنا. لا يا حبيبي ما ورياش حاجه ابدا. قدامك قد ايه؟ طيب خلص شغله قبل ما تنزل كلمني. انا في اجابات. ايه ده؟ مش دعوه ده الموبايل هنا. جايب الموبايل ده منين؟ ده سيدك هاته هنا. بتكلمي مين يا بنت؟ مالكش دعوه. الو، انت اللي مين؟ انا خربوش خطيب نوسة. اسمع يا جدع، انت نوسة دي بتاعت انا، يعني اللي قرب له اشرحه اللي خلفوه كمان. الموبايل هنا. الو، قفل الجبان ابن الكلب. جبت الموبايل ده منين يا بنت؟ طيب يا بنت جبت الموبايل منين؟ ايه يا نوسه في ايه؟ اخد الموبايل بتاعي. وانت عندك البتاع ده منين يا نوسه؟ انت مال اهلك؟ اسالك جبت الموبايل منين يا زغلول؟ موبايل ده جبتيه منين يا بنت؟ ما حدش يدعوا بيا، انا حرة يعني ايه؟ الغجر اللي زينا ما يعملوش اللي انت عملتيه. الله جرى ايه يا جمالات؟ ما تهدي اللعبه شويه، وبعدين البنت ما عملتش حاجه، دي اشترت موبايل. اشترتيه؟ جبت الفلوس منين يا بنت؟ مات الكلام، الموبايل دلوقتي ده عامل زي الشرف، يعني لازم يفضل معايا عشان اي كلب يكلمها ارد عليه واقف عند حد. خلاص بقى يا نوسه ما تزعليش نفسك يا ست، انا هلغي الخط القديم ده واجيب لك خط جديد وموبايل كمان. ما هيرجع ياخده تاني. طب هنتقابل ازاي بس؟ هنتفق على مواعيد ونقابل بعض فيها، هو ده الحل. فكرك هينفع يعني؟ مش احسن من مشاكل مع اللي ما يتسمى؟ والله العظيم انا سكت لك على البوش ده بس عشان ما اعملكيش مشاكل، لكن اذا كان عليا عايز اقسمه نصين. خلاص بقى نوسه بقى، فك التفشيله دي عشان خاطري. وبعدين ايه ريحه الياسمين اللي تهبط؟ ها في كده في الحلاوه دي؟ اضحكي بقى اضحكي بقى عشان خاطري. الحمد لله كده الواحد استريح زي ما يكون جبل وانساح من على السدرين. شفت بقى؟ شفت شورتي؟ طبعا يا مدوحه طبعا، وانا من غيري كسو حاجه، انت الكل في الكل. الا قولي بقى، هم ناويين يدوا الواد ممدوح كام كده كل شهر؟ حوالي 9200 كده. ما شاء الله ما شاء الله. بس هيخصموا 9 ضرايب. يلا تعال تعال يلا خربوش يا اخويا، راضي بنت نوسه بقى زي ما اتفقنا. راضي مين؟ ده انا مش طايقها، انا عايز اجيبها من مصرنا، اجيبها من شعرها. ده مش وقت مصرنا ولا وقت شعرها، عشان خاطر ربنا يا اخي. بقول لك ايه، دي السبوبه اللي بناكل وراها عيش. اعمل معروف هد اللعب شويه، مش كده؟ الله، مش طايق يا جمالات، مش طايق. استحمل يا اخويا، اصر على نفسك ليمونه ممكن. طب رحمه امك وابوك، لا انت ماشي ومراضيها. يلا بقى، الله، يلا تعالى. حلفتني بالغاليين،
تحرمش منك حبيب اختك كده. هو وعيدي كان مشتاق لنفسي كمان مني انا. حاضر. مساء الخير يا نوس. مساء النور. اقعدي لغي انت ذو النار، نار وليل بتلغي. امي يا بيت، امي يا بيت. وانا فين ده؟ لا لغ ولا ما لغ، اديك سددت نفسي. اكبر بقى كده اهو، بص نفسي اتسدت. حلو كده؟ تنيل على بوزك الناشف، حلو وماسك. الله، عايز ايه يا خربوش؟ حقك عليا يا نوسة، عايزك في موضوع مهم. موضوع ايه؟ خير، ولو ان ما بيجيش من وراك الخير ابدا. ملوش بركة يا اخت اللانش. معلش، الكلام بيطلع من بوقك زي العسل. خلينا نتكلم في المهم. طيب اسيبكم بقى تلزقوا مع بعضكم كده واروح اشوف عمكم حسن يكون عايز حاجه. ماشي، تكلي انت على الله يا اختي يا حبيبتي. عارفه يا بنت انوسه، والله العظيم انت ربنا بيحبك لان ربنا رزقك بمرات اب زي جمالات اختي. طيبه واحنا هنا. جرى ايه يا خربوش؟ انت جاي تسمعني موال متحف اختك؟ لا انا مش عايز تزعلي، خلينا نخش في الموضوع. انت بتلف وتدور كده على ايه؟ انت بتحب الواد الباشمهندس؟ متهيألي انت عارف ردي كويس. طب خلي بالك طويل وعلى الرأي اللي قالوها زمان، الكلام اخد وعطى. بتحبيه؟ ايوه بحب. استريحت؟ لا ما استريحتش. يا ترى بقى هو بيحبك زي ما بتحبيه يا نوسه؟ اللهم طولك يا روح. هو في ايه يا جدع انتوا؟ ابدا، عايز اطمن عليكي، احنا ولاد كار واحد يعني قاسم، يهمني مصلحتك. اطمن وحط في بطنك بطيخه صيفي كمان. بس النهارده يعني قابلت عصفور، الراجل اللي شغال معاهم قال لي كلام قلقني، خلى الفار يلعب في حبي. وقال لك ايه يا ابو فار انت؟ انا الاضمن الواد ده بيحبك نص ما انت بتحبيه. كنت قلت ضحيت هوايا فداك على الاستاذ محمد عبد الوهاب، بس اللي انا متاكد منه ان الواد ده بيلعب عليك. الواد ده اخضر وطلعت امه وابوه ومعاه قرشين وبيتنطط علينا، ده عايز قرطتنا كلنا يا نوسه. العب غيرها يا خربوش، ولا اشوف لك واحده تانية تضحك عليها بالكلام ده. ما عطلكش، انا عايزه انام. استنى قبل ما تنامي وتحلمي فوقيلي شويه واسمعيني كويس. ابو الباشمهندس عايز يجوزه بنت واحد صعب وشديد قوي. بالاماره اسمه عبد القوي شديد. العروسه بقى اسمها مها. مها يا نوسه. الله، انت نمت زي الخيل وانت واقفه ولا ايه؟ والله الستاره نزلت. انت كداب.